بشارة لأصحاب المشاريع الصغيرة لبيع الأغذية جديد موافقات خرجت بها فنية المجلس البلدي بتخصيص مواقف للعربات المتنقلة في الحدائق العامة والأندية الرياضية والمشروعات السياحية. تمت الموافقة بالإجماع مع الأخوان بأعضاء اللجنة الفنية بالموافقة على إعطاء بعض الأماكن، منها مناطق سكنية قيد الإنشاء والجمعيات وتشغيل الجمعيات التعاونية، مواقف الحدائق العامة مختلف أنواعها، مواقف أندية رياضية، مواقف مواقع شركات المشروعات السياحية. وقد يعني ارتئينا في اللجنة نضيف بعض المواقع الحيوية اللي أصحاب مركبات اللي يطالبون فيها، زدنا منها مثلا مواقف الممشى في المناطق السكنية وبضوابط معينة، ومواقع احتفالات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات. إضافة مواقع للشباب لتنفيذ مشاريعهم وتوفير الإمكانيات تسهيلا لممارسة نشاط تترقب وفئة تطمح لمزيد إنجاز. كان في موافقة على أن يكون مواقع هذه المركبات في مزارع العبدلي، في المخيمات، في مواقع كثيرة، بس أغلبها كانت مواقع بعيدة، فإحنا من باب أننا بنسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة من أصحاب المركبات وفرنا أو وافقنا على تخصيص بعض المناطق اللي تكون قريبة أكثر لهم. هذا رح يوفر مساحات أكثر وأقرب حق أصحاب المشاريع الصغيرة من أصحاب العربات المتنقلة، وإن شاء الله أن هذا المشروع رح ينفذ قريبا ويساهم في تعزيز فرص أصحاب المشاريع الصغيرة وقطاع المشروعات الصغيرة، مما يعزز الاقتصاد الوطني إن شاء الله. وعلى الضفة الأخرى موافقة على إضافة نشاط مكاتب تدقيق الحسابات ضمن أنشطة السكن الاستثماري، فضلا عن مواضيع أخرى بعضها ينتظر ردودا حكومية وأخرى لمزيد دراسة لتمضي اللجنة الفنية بإنجاز أجندة عمل في دور الانعقاد الحالي. أحمد المسعودي لتلفزيون مجلس.